السلام عليكم. خلاص ها رمضان وقتكم واقفين على الصيام، الدلع ما ينفعش، مع ان الشعب ده له سنه ونص بيدور للقمه ولا توصل بالسهوله. عموما الحوثيين اللي فعلونه باليمنيين ما سوونوش لا اسرائيل في فلسطين ولا امريكا في العراق وافغانستان، وهذا كله تحت شعار الموت لامريكا الموت لاسرائيل. وبدا عرض هذا المسلسل كاول حلقه دخول دمائق، وثاني حلقة إسقاط القرعة، وهات لك حلقة ورا حلقة لما سقطت البلاد كلها. أمريكا من فرحته ما استحملتش الكذب حق الحوثيين، قامت وشمرت وحشرت وقالت إن الحوثيين حركة مش إرهابية، وبنفس الحشارة صنفت حماس جماعة إرهابية. هذا وحماس ما رفع الشعار ضد أمريكا، بس جلست حماس تقاوم الإسرائيليين، وهذا هو الإرهاب عند الأمريكان. هل سمعتم أن الحوثيين عملوا حاجة بأمريكا وإسرائيل؟ يوم دخلوا صنعاء قزعوا من جنب المدرسة الأمريكية، وير 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 وير، وراحوا على طول يفجروا دار القرآن اللي يبعد منه 800 متر. ويوم ما دخلوا صنعاء 20 شخص وير 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 وير، وراح يحمي السفارة الأمريكية. طبعا هذا بعد مسرحية المطار. وفي المطار فلت المارينز كل حقه الأسلحة والبنادق والشاصات وسلم للحوثيين هدية. بالعكس، عدد الطائرات الأمريكية اللي بدون طيار شارك نوم الفتوحات بالبيضاء. وعبد الملك بالنهاية يهدي نتنياهو أخطوطة التوراة تعود لأكثر من 850 سنة. يا جماعة وشونا بأمريكا وإسرائيل وهم عصدوا البلاد وطحنوها طحين، وأمريكا تقول إنهم جماعة مش إرهابية. لو عادهم كمان توزع لهم شهادة حسن سيرة وسلوك وسنيكرز وبامبرز وحركات. طيب والشتيمة دي كلها والشعارات وقاطعوا أمريكا وقاطعوا المنتجات الإسرائيلية والله والموت لأمريكا، طلع كله في شنك. يعني زي أغنية كاظم الساهر أكرهها وأشتهي وصلها. أخوانا بيقول الله أكبر قال موت لأمريكا من هذا كلام هذا كلام هذا كلام هذا كلام، ما أحد مات ولا الحمد لله مالك، أمريكا موجودة وإسرائيل موجودة وكل الناس. الدواعش هذه كلمة السر اللي صنعتها أمريكا لصبيانها عشان يبرروا علاقات أنفسهم وتدمير بلدانهم. كان معاهم صبيان في المنطقة، وبالأخير طلعت أم الصبيان هي أمريكا. ولا كيف تشوفوا تفجير البيوت ودور العبادة واختطاف المدنيين والصحفيين والأكاديميين وانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية ونهب سلاح الدولة ومقدراته وسرقة أكثر من 4 مليار دولار؟ هي الحمار والضمار حق الشعب المنكوب ده من البنك المركزي. هذا كله وعده مش إرهاب عند أمريكا؟ قاتل المدنيين وقصفهم عشوائيا من صعدة لما انعدن، وهذا كله مش إرهاب عند أمريكا؟ بص بص بص، طيب اختطاف الحكومة، الانقلاب على سلطة البلد الشرعية، قطع الخدمات على المواطنين، نهب المشتقات النفطية والغاز إلى آخره، ده كله مش إرهاب عند أمريكا؟ يعني من زمان طلع السيد حسين القرآن الناطق وأخو عبد الملك والعائلة كله شابكين من وراء العداد مع أمريكا وإسرائيل، وقدام الشعب خارط ومرض. آه ومسكين الشعب يدفع الفاتورة والنور طافي، وطلع الشعب الكحيان وهو الإرهابي وهو الميت وهو الملعون اللي تشخدفوا له كل يوم بالصرخة. ها افتهم لكم منهم كتاكيت كتاكيت الهيمنة الأمريكية وصبيانها في اليمن، وكيف أمريكا تكاوش عليهم كنز أمريكا وخدمها وحشمها اللي يشقله ببلاش. فين بتلاقي ناس يهدوا أوطانهم وبلدانهم في المجهود الحربي والمجهود الذاتي، وأمريكا قالسة رجل فوق رجل، وطبعا مرحرحة وتاكل زعقة وتقلب الأخبار ولا تدفع فلس. اللي يقهرك على القبيل المسكين ولا هو داري من كوعه من بوعه ولا داري المرق ايش هي،
المزيغات لأمريكا، والرقصة لإسرائيل، والبيض للسيد وآله، والزنابيل بالجبهات يقتلوا أنفسهم وأخوانهم على إيش؟ ما تدري. أمريكا لما قالت شي يدمر العراق دخلت بالطوائر العملاقة ب52، وهات لك يا حاملات طوائر وبوارق، وهات لك يا خسائر الخسائر. عاد كانوا ديك الأيام هبلان ما يعرفوش المعجزة الشاساتية وكيف تفعل الشاسات والزوامل، كيف تخرب البلاد وتعقين عقين وزيادة. وحتى أمريكا من عاد ديك الأيام المخلوع في 2004 انه يقاتلهم بالسلاح الامريكي. تقولوا ليش؟ كانوا يخبوا القاوق الابيض لليوم الاسود. الميليشيا اقوى سلاح امريكي فعال وبقوه وما يخسروش عليه ولا دولار. حتى حزب الله بعد ما دخل الحرب في سوريا وقاتل السوريين وجه له امريكا شهاده حسن سيره وسلوك ورفعت اسمه من قائمه الارهاب. والحقيقه انه امريكا طلعت ام الصبيان من صبي الضاحيه الى صبي ضحيان. وأش ولا نخص. رياض عبد الرحمن أحمد المصاري. فوزية أحمد حمد المصاري. تعرف الحوثيين؟ أوب. طيب. تعرف أمريكا؟ أوب. تعرف ما ينفع؟ أيوه. إيش الحل اللي ممكن نسويه عشان نصلح بين الحوثيين وأمريكا؟ الحل بين الحوثيين. لا لا هم كلهم طريق واحد يا طيب. تدعم بغتهم بتصلحهم بغت. الحوثيين وامريكا. يا اخي قول لي ايران وامريكا. لا تقول الحوثيين. ليه وافيها؟ العيلان. اب البوك يعني مرة. والدمار في البلاد حقنا الهبل دي. ايش الحل؟ هم سادين اصلا. مرة. والله ما بيزدون. ما بيزدون. والله. والله كمان ما بيزدون. وبعدين؟ ما بيزد. ما بتصلحون ديل. ليه؟ ماشي حل. ليه؟ والحل عندك شيء يعني فكر على السياسه؟ ماشي السلام والحوار. وايش معنى الحوثيين وامريكا؟ ايوه هم قالوا بينهم مشاكل مساكين بين الحوثيين وامريكا. طيب الحوثيين هم مشاكل بينهم وبين السعوديه؟ لا هو سدوا بتشلل لا لا سدوا هذه كلام هذا او قطعوا من الكبسه حق هناك. تقول والله نصلح بين الحوثيين والامريكيين ولا نخس؟ غلق الكلام غلق. واحد امريكي واحد حوثي ندخلهم فرصه نخليهم يتكلموا عن الحل. يتناقشوا عن الحل ما يحصلوا الحل. ماشي قدو دحين لهم اكثر من شهرين على الدير دخلوا وقت في غرفه وتكلموا ماشي فايده. طيب يجي واحد حاكم يحكم بينهم يا ولد الشيخ ما لقى فايده. طيب واحد عاقل يجيب الحل. عاقل باكوره حد كبير يعني اكبر منهم يقول من المسيد ونصور عادي. ماشي حل هي يعني سادين سادين مع بعض من تحت الطاوله. لا ماشي بشكل يعني ماشي داعي نصلح بينهم. ماشي داعي نصلح سادين قلت هم سادين. يلا. هم سادين ماشي بشكل بينهم اللهم الاعلام بس كذا يلقى انهم مشاكل ماشي بينهم. يعني تشوفهم انت انهم في مشاكل؟ اكيد مشاكل. والموت لامريكا وين راح؟ الموت لامريكا للجنوبيين هنا. يلا وكيلو موز اسرائيل. وكيلو موز اسرائيل تفاح على الهايبر. الموت لامريكا والسفارة حق امريكا شغاله. اشاعات اللي يعني يوهمون كذا. بالضبط. سلام سلام.